يعني انا بشوف ان اهم عنصرين في ريال مدريد قبل ماتش الاهلي وبعد ماتش الاهلي هم بنزيما وكورتوا. والفرصه اتتنا دلوقتي على طبق من ذهب ان احنا نقف لريال مدريد اكتر من ند بجد يعني، وده ما فيهوش اي مشاكل. احنا عندنا كميه يعني عندنا كميه دوافع دلوقتي ريال مدريد ممكن ما تبقاش متوفره عنده، خصوصا ان العوامل المهمه جدا اللي عند ريال مدريد واللي احنا بنشوف ان هي بتسبب له تفوق في كاس العالم للانديه هتلعب لصالحنا المره دي. يعني ريال مدريد احنا لاعبين الجمعه، احنا لاعبين السبت، هو لاعب الحد، لاعب الحد هيسافر يتمرن تمرينه خفيفه اللي هو بكره يوم السفر، والثلاثة هيتمرن تمرينه خفيفه عشان الاستشفاء، الاربع هيبقى لاعب يعني الاربع هيلعب ماتش رسمي مع فريق الاستامنه بتاعته بدني عاليه، مع فريق الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اصابات في القوام الاساسي بتاعه، الحمد لله كل حاجه مهيئه ان احنا على الاقل العوامل اللي ريال مدريد هتفوق عليك فيها لانه ريال مدريد هتعرف تحسمها من دلوقتي. يتبقى شويه حاجات بسيطه طبعا كابتن مارسيل كولر عارفها ومستر مارسيل كولر عارفها ادرى مننا بيها، اللي هو ان احنا ما ينفعش نتحط فعلا مع ريال مدريد في اي وقت في الملعب واحد لواحد، دي النقطه اللي ضروري نعرفها. بلاش تتحط مع الثلاثه، لو هيلعب فينيسيوس اسينسيو رودريجو بلاش نتحط واحد لواحد. السبيد السبيد تشالنج اللي بنتكلم عليه انك ما تحطش نفسك تحت اختبار السرعات مثلا مع فينيسيوس او مع كده، هو اسرع وهو كوره في رجله واحد على واحد يعني متمرن على المواقف دي كتيره جدا وبيعدي يعني بالمستوى اللي بيلعب فيه. انا كباك اقدر اخده لبره، اقدر اخده لجوه، ليها طريقه يعني. بس الثلاثه دول يعني بالذات حتى لو رودريجو بدا اساسي، لو بنزيما ما لعبش، رودريجو عنده مهاره كبيره انه بيرقص في العمق، دي مش عند ناس كتيره في اوروبا، يعني ما بيحتاجش انه يتطرف ويرقص، هو بيدخل على طول واحنا المسافه دي احنا بنلعب 4 4 2 والسرعات تمام متولى الحمد لله، وعبد المنعم بالذات عنصر قوي جدا، الباكات سريعه والارتداد كويس، ولما بنلعب بثلاثه خط نص لا بنبقى فريق منظم وقوي جدا وقادر على الارتداد. بس بلاش تحطه في الموقف ده، لان لو كل ثلاث اربع محاولات انت نجحت فيها الخمسه لا قدر الله ممكن تبقى بجول. الجزء ده على سبيل المثال مثلا فينيسيوس ناحيه محمد هاني ما يبقاش فيه علاقه او ما تديش فرص ان واحد على واحد ده كتير بالظبط. طيب هتبدا سيرد باك هو اللي يغطي، ولا يبقى في ضغط من واحد في وسط الملعب، يبقى انت بتضطر تلعب بثلاثة وسط ملعب شكلهم بشكل مثلث مقلوب بمعنى اصح. الجزئيه دي تتحل ازاي تكتيكيا داخل الملعب؟ يعني ما نسيبش الفرصه دي تيجي ازاي، عن طريق سيرد باك يغطي او عن طريق واحد من نص الملعب يبقى مع موجود مع هاني في الضغط على فينيسيوس. خلينا نقول ان هو كده احنا بنفترض انه انشيلوتي المؤكد او يعني بالنسبه مش قليله ممكن يلعب 4 3 3 عشان يعوض رحيل بنزيما. بس الازمه الكبيره بالنسبه لي لو لعب 4 4 2، لو لعب 4 4 2 وراس 4 في خط النص وفالفيردي بيلعب جناح كلاسيكي، انا بشوف ان احنا تواجهنا مشكله. النهارده لعب ازاي؟ النهارده لعب 4 4 4 3 3 في البدايه 4 3 3 في البدايه. بس النهارده مع مايوركا ريال مدريد ما كانش موفق خالص لعوامل كتيره، منها ان الماتش قلب طبعا، يعني احنا بنرفض جميع اشكال العنصريه، بس الماتش قلب بدايه من الدقيقه 50 يعني ماتش جماهيري مع فينيسيوس، ودي نقطه ضعف طبعا فينيسيوس بيعاني منها انه بدا يعني بيستجيب على طول للعنصريه بتاعه الجماهير. هم الجماهير خلي بالك حسوا بكده فبيضغطوا عليه زياده، فالماتش قلب خالص يعني ما بعتبروش ماتش معياري لريال مدريد. ولكن النقطه المهمه ان الفرقه دي فعلا بتتاثر تاثر كبير جدا لما بنزيما بيغيب، الفرقه مش بس عشان قدرات بنزيما، لان ترتيبه الملعب بتاثر لما بنزيما بيكون موجود، بيكون ريال مدريد اقوى بكتير.